بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. معلش أنا النهاردة في مكتبي عندي اجتماع كده، خلاص الأجازات قربت، فبنجهز لتحضير الشغل بعد رمضان، فمش موجود في مكتبي اللي في بيتي، فهطلع النهاردة لايف من المكتب، فالسيت اب مختلف شوية ومش هطول عليكم النهاردة. أتمنى يكون الإنترنت كويسة. بنتقابل كل يوم في خاطرة الفجر علشان نقيم الليل ونطلب العلم مع بعض. أنا النهاردة المعنى اللي حابب إن أنا أشارك حضراتكم فيه وإحنا في نهايات أيام رمضان. كتير منكم بيسألني لما يحصل لي الموقف ده أستحمله إزاي وأعمل فيه إيه؟ سواء كان الموقف ده أزمة في الحياة أو نعمة كبيرة تيجي للبني آدم، أو لما الإنسان يعمل مثلا يحقق نجاح معين إزاي يحافظ عليه، أو لما يحصل له فشل معين إزاي يقوم منه. وغالبية الناس اللي بتسألني في الموقف ده أعمل إيه؟ في حلول للمواقف، بس اللي بيصعب المواقف دي على البني آدم سواء إنه يكون في محنة كبيرة أو في نعمة كبيرة إن هو نفسه ما يكونش جاهز للموقف ده. إحنا يا جماعة مش المفروض لما تقابلني صخرة كبيرة في طريقي أحاول أشيلها، ممكن عضلاتي ما تسمحش. المفروض إن أنا أكون دايما بتمرن بحيث إن أي صخرة تقابلني يبقى عندي المينيمم اللي أعرف أشيل شوية عشان ما يبقاش عندي صخور كتيرة في حياتي. ده اللي ربنا قال عليه في الآية الكريمة، قال وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. الطبيعي إن الإنسان في رحلة حياته يكون عمال يتزود، مش علشان هو عنده مشكلة أو مش عشان عنده نعمة، هو بيتزود علشان يقدر يواجه الحياة، يقدر لو جات له أزمة كبيرة يبقى عنده القدر الأقل من الصحة النفسية للتعامل مع الأزمات، والقدر الأقل مينيمم من الصحة النفسية للتعامل مع النعم. ما هو الإنسان ساعات ممكن تصيبه نعمة تفسده ويطغى بسبب النعمة، أو تصيبه مصيبة تفتنه في دينه وفي علاقته بربنا وتكسر ثقته في نفسه، كل ده بسبب عدم التزود. في حاجة بره إيدينا وهي المدد الرباني لا أملكه، يعني أنا بقول يا رب مدني بمدد من عندك، لو كان في ابتلاء صبرني، ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا، بندعي يا رب لو اديتني نعمة خليها سبب في إن أنا أقرب منك وأعرفك وأكون كريم على اللي حواليا. هذا المدد أنت مستنيه من ربنا، بس أنت إيه مطلوب منك؟ مطلوب منك إنك أنت تتزود دائما. هذا التزود يعني كأنك بتجهز نفسك للبطولة. إمتى البطولة؟ معرفش. إمتى الماتش؟ في أي وقت. فأنا لازم يبقى عضلاتي اللي بتستحمل أحداث الحياة دائما جاهزة، وده اللي بيسميه في العلوم الحديثة بيسموه العلماء الشغل على النفس، شغال على نفسه، بحيث ان احنا ما نلاقيش واحد يترقى في الشغل بقى اناني وبقى مفتري وبقى مستغل عشان مش عايز حد يقرب منه. ايه يا عم في ايه؟ هو انت اول واحد يترقى مش جاهز هو ان هو يتعامل مع اصحابه بتوع امبارح انه بقى مديرهم؟ المفروض يبقى قائد ويطلعهم ويساعدهم ويشجعهم وكلنا نكسب نفسنا وناكل لقمة عيش مع بعض. هو اتغير كده ليه؟ اتغير لانه مش مستعد للنعمة. نفس الكلام لو حصلت بلية، واحد يحصل له ازمة في حياته ينهار. علماءنا علمونا ان في حاجة اسمها الصحة النفسية، قدر معين من استعداد الإنسان أن يعرف يتقبل أحداث الحياة من البلاءات ومن النعم. حتى الطاعة ساعات إنسان ربنا يوفقه كده ويبقى قريب من ربنا ويحضر مجالس للعلم ويصلي ركعتين، هو كأنه مش قد التدين، غصب عنه يبدأ يحصل يحس بالتميز ويحس يبدأ يحتقر الناس. احنا عايزين نتزود. نتزود ليه؟ نتزود علشان وانا ماشي كل الأحداث اللي تحصل لي توصلني لأهدافي وتوصلني لربنا، مش كل حدث يحصل معايا يبقى حفرة أقع فيها مش عارف أتعامل. التزود ده بيكون تزود روحاني وتزود نفسي وتزود علمي. التزود الروحاني يأتي بالذكر، قال صلى الله عليه وسلم جددوا إيمانكم بلا إله إلا الله. إنسان دايما يبقى قلبه في حالة من الاستعداد دائما ورؤية الحقائق. إزاي؟ بهذا القلب الساكن اللي مش بتحصل معاه أحداث يتهدى على طول. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن، تستقر، تهدأ، ترسى
تطمئن القلوب. على رأس الأذكار دايما هتلاقيني دايما لما بنتكلم على الذكر بوصيك باللي العلماء علموه لنا، لا إله إلا الله، خير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله، سواء بتقولها بإحساس وحضور أو بتقولها بلسانك، بس حتى لو بتقولها بلسانك بكرة قلبك هيجي. التزود التاني تزود نفسي. احنا محتاجين يا جماعة ان احنا نفهم نفوسنا، محتاجين ان احنا نسمع ونقرأ من المتخصصين، افهم النفس دي وهي حزينة اطلع من الحزن ازاي، وافهم ان في حاجة اسمها منحنى الصدمات، انسان بيبدأ كده بالانكار ثم الغضب ثم المساومة، لو انت ما سمعتش الكلام ده قبل كده لازم تسمعه، ثم الاكتئاب ثم التقبل ثم الميلاد الجديد. انا عايز اعرف انا فين لما بتحصل لي مصيبة، انا في انهي منحنى بعلق وبعطل، لما الانسان بتجيله نعمة بتعمل فيه ايه، وازاي يعرف يفهم نفسه هو غرق في النعمة دي ولا شايف ربنا سبحانه وتعالى. لازم البني ادم يسمع، عشان كده دايما بوصيكم تسمعوا اساتذتنا سواء دكتور ايهاب فكري في علم الادارة ولا الاستاذ احمد الاعور في العلوم النفسية، بحيث ان انت تبقى فاهم باستمرار، وعندهم صفحاتهم لازم انت تغرق في هذه الصفحات وتتعلم، يعني تعلم العلم. شوف علماء انا يقول لك الكلمة تعلم العلم فانك لا تدري متى تحتاج له، تعرفش المشهد اللي يحصل لك في حياتك امتى هحتاج ايه، يبقى انت اجهز اشتغل على نفسك خليك قوي بحيث انك انت تحصل الحدث، لا انا عندي العضلات اللي تشيل الحدث ده. في تزود روحاني، في معلومات نفسية، في تزود علمي. محتاجين يا جماعة ان احنا نبدأ نعيد نظرتنا تجاه الفلوس، بحيث لو معيش فلوس ابقى فاهم كيف اعيش في ضائقة مالية. لما اكون غني، لو معايا فلوس كيف اعيش غني من غير ما ابقى اطغى بالنعمه. محتاج اغير نظره حياتي تجاه الشغل، بحيث ان لو اتشغلت في شغلي ازاي ابقى مشغول جدا لشوشتي، اشتغل 16 ساعه في اليوم بس برضو قريب لربنا. او لو عندي ازمه وما بشتغل ما بشتغلش ولسه بدور على شغل وعندي مشكله في الموضوع ده، ازاي اعرف ادير حياتي وانا ما بشتغلش. محتاجين شويه معلومات في الحياه، محتاجين الواحد يبقى عنده معلومات في الجواز في الخلفه، محتاجين يبقى عنده معلومات في الصداقة بحيث يفهم الحياة ماشية ازاي، عشان ما يتصدمش كتير وما يتلخبطش كتير. والموضوع ده حله انك انت تدور. على فكرة انا بشجع جدا الصفحات اللي موجودة على السوشيال ميديا او اليوتيوب اللي فيها شباب بتلخص كتب، وعلى فكرة دي من ضمن المكتبة اللي عندي في العربية، عندي مكتبة في العربية حاطط فيها فلاشة فيها كم من الكتب الملخصة. وعلى فكرة اليوتيوب مليان قنوات لناس بتعمل مجهود جامد جدا مشكورين، يقروا الكتب ويلخصها لك في 7 دقايق في 10 دقايق، دور عليهم وهتلاقيهم. وطول ما انت ماشي عمال تسمع، واللي ما عندوش عربية يشتري ام بي 3 كده بفلوس قليلة ولا يحط على موبايله اسمع اتعلم، بحيث انك تتزود. اي موقف يحصل معاك، لا انا عندي الحد الادنى من المعلومات العقلية والمعلومات النفسية عن طبيعتي والسكينة الروحانية، اعرف اواجه الحياة بالنعم وبالبلاءات بالطاعة وبالمعصية، أحداث الحياة اللي بتعدي علينا. حبيت أشارككم في الخاطرة، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. العلماء قالوا تعلم العلم فإنك لا تدري متى تحتاج إليه، فجهز نفسك للحياة عشان ما تبقاش التعثرات كتيرة. أشكركم، أشوفكم بكرة إن شاء الله بإذن الله وخاطرة فجر جديدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على سيدنا النبي.